بسم الله الرحمن الرحيم. سنة مهجورة وثوابها لا يقدر بحسنات، مليارات 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 الحسنات. الصلاة على جميع الأنبياء المرسلين سنة مهجورة. روى عبد الرازق في المصنف وصححه الإمام الألباني: صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني. طيب، روى الإمام الألباني في مشكاة المصباح أو مصابيح بسند صحيح من حديث أبي إمام البهلي، قال أبو ذر: قال يا رسول الله، كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: 100,000 و24,000 نبيا، والرسل منهم 315. جم الغفيرة. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بعث 124,000 نبي، منهم 313 نبي مرسل. طيب، لو انت قلت اللهم صل وسلم وبارك على جميع انبيائك ورسلك 10 مرات بعد كل صلاه، تعال نشوف بقى الثواب العظيم اللي انت هتاخده. ربنا هيصلي عليك بكل واحده منهم 1,200,000 صلاه. طب ايه الدليل على كده؟ هو لما احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، ربنا بيصلي علينا بيها 10، وفي حديث 70، وفي حديث 100، في حديث 100 صلاه. لكن خلينا في الصواب الاقل. لما انت تقول اللهم صل وسلم وبارك على جميع انبيائك ورسلك، ربنا هيصلي عليك بكل نبي 10 صلوات. طب ايه الدليل على كده؟ الحديث اللي صححه ابن حجر الهيثمي وحسنه الامام الالباني: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. فانت لما بتقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات تاخد 1.5 مليار حسنه، او بمعنى اصح 15 مليار حسنه، لان الحسنه ب 10، لان انت اصبت بدعائك كل المؤمنين على وجه الارض. كذلك لو انت صليت على جميع الانبياء والمرسلين هتاخد بيهم كلهم ثواب صلاه وحسنات عليهم. طيب، نضرب بقى 124,000 في 10، يبقى ربنا هيصلي عليك 1,240,000 صلاه. طب لو انت كررتها 10 مرات يبقى 12 مليون صلاه في 5 صلوات، 60 مليون صلاه فيما لا يتعدى الدقيقة بعد كل صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على جميع أنبيائك ورسلك، اللهم صل وسلم وبارك على جميع أنبيائك ورسلك، وتكررها 10 مرات. والباب مفتوح، إن شاء الله تقولها 50، تقولها 100، فمن زاد في حسابه. ده مشكلة وبس. ده أنت هتاخد ما لا يحصى من الحسنات. روى أبو داوود في صحيحه: من صلى علي صلاة كتب الله له بها قيراطا، والقيراط مثل أحد. وزن جبل احد 45 مليار طن. 45 مليار طن. بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه واحده تاخد جبل حسنات وزنه 45 مليار طن في ميزانك يوم القيامه. طيب، هو كلهم انبياء ورسل، فيرجى نفس الثواب بالنسبه للانبياء. يبقى هاخد كم جبل حسنات لو صليت على 124,000 نبي؟ طيب، اضرب الكلام ده في 10، لو نحاول 10 مرات في 5 صلوات، ومن زاد يبقى ايه الثواب العظيم ده؟ واللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه واحده بيرفع عليه 10 درجات في الجنه. الحديث حسنه بعض العلماء. طب انت صليت على 124,000 نبي، هيترفع لك كام درجه في الجنه؟ ادرك الكلام ده في عدد الصلوات، في عدد تكرارك للجمله ديت، وبعدين في 5 صلوات. رابعا، انت احيت سنه مهجوره ما بيعملهاش 99% من الناس. ومن احيا سنه اماتها الناس احيا الله قلبه وما تموت القلوب. شوف بس الثواب العظيم. وما لا، طبعا في مناقب ثانيه بس انا مش عايز اطول عليكم. ف يا ريت يكون لك ورد ثابت من الصلاه على جميع الانبياء والمرسلين، وتستحضر جميع المناقب العظيمه اللي انا التي قلتها الان في الاكثار من الصلاه على جميع الانبياء والمرسلين. ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم. يعني انت لما تقول اللهم صل وسلم وبارك على جميع انبيائك ورسلك، انت صليت على النبي هو كمان. قلت 10 مرات كانك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. يبقى ده غير وردك، يبقى انت ليك ورد للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وبعد كده ورد لجميع الانبياء والرسل هيقول داخل فيهم الرسول برضه صلى الله عليه وسلم، يبقى هتاخد ثواب برضه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو واحد منهم. قولوا قولي هذا، استغفر الله.